كيف ينجو الإنسان من الفتنة أو من الفتن في هذا الزمان إذا وقعت؟ أما أسبابها فتدور أسباب الفتن بين الشبهات والشهوات. هذه جملة أسباب الفتن، بين الشبهات والشهوات. أما الشهوات فغالبها في شهوة المال أو شهوة النساء، والله تبارك وتعالى وضع لنا الحلول في هذه كلها سبحانه وتعالى. فمثلا في شهوة النساء منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، منع الخلوة بالمرأة، منع النظر وغير ذلك من الأمور، منع المرأة يعني تتكسر في كلامها، وقلنا قولا معروفة، منعها من التبرج، أمرها بالقرار بالبيت، في المال أمر بالوفاء بالعقود، نهى عن الخيانة، أمر بالأكل من الحلال والبعد عن الحرام وغير ذلك من الأمور. فأعطى العلاجات الناجعة لفتن الشهوات وفتن الشبهات كذلك في الآيات البينات في كتاب الله تبارك وتعالى أو الحديث الثابت عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في حفظ المسلم من الوقوع في هذه الفتن. إن الفتنة مصيبتها أنها إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، ولكنها إذا أدبرت عرفها الجميع، يقول أهل العلم. فلذلك تؤثر الفتنة في عامة الناس، في الجهلة من الناس تؤثر فيهم الفتنة، ولكن العلماء يعرفون أن هذه فتنة ويتعاملون معها على أنها فتنة ويتريثون في التعامل معها وينظرون في مآلاتها وفي دلالاتها فيحسنون التعامل مع الفتن. ولذلك كان من أهم أسباب النجاة من الفتن هي الالتفاف حول أهل العلم، لا لأنهم مصطفون من الله تبارك وتعالى، ولكن لأنهم أعلم بأمر الله ودينه وأمر رسوله ودينه، فهم لأجل ذلك العلم الذي نالوه يعرفون أن هذه فتنة، يعرفون مآلات الأمور، يعرفون دلالات الأحوال.